هنعيد تاني بناء على طلباتكم، عشان دايما بقول لكم طلباتكم اوامر. فالنهارده هنعيد تاني وصفه بديل عسل الجلوكوز عشان خاطر عيونكم، دي حاجه. الحاجه الثانيه ارقام التليفونات هتبقى موجوده دلوقتي قدامكم على الشاشه، اتصلوا بيا يلا دلوقتي. حلقتنا النهاردة يا جماعة حلقة استثنائية، حلقة مميزة جدا جدا، هنقدم فيها النهاردة حاجة يعني أنا مبسوطة بيها جدا جدا جدا. بصوا بقى يا جماعة، احنا اتفقنا ان احنا من امبارح واخدين الاسبوع كله واحدة واحدة كده بنعمل يعني بعض او جزء بسيط من حلويات المولد اللي ينفع نعمل البديل بتاعها في البيت. لكن اولا في حلويات من حلويات المولد طبعا ما تنفعش في البيت، لازم مصانع، دي نقطة. النقطة التانية ان في ناس كتير مننا زي ما كتبولي امبارح وقالوا لي طب انا مش هقدر اعمل حلويات المولد في البيت صحيا، ظروف شغلي ايا كان، انا ما عنديش الإمكانية إن أنا أقدر أو الظروف متاحة إن أنا أقدر أعمل حلويات المولد في البيت، إذن أنا عايزة أشتريها. طب أنا عايزة أشتري حلويات المولد كواليتي عالية جدا جدا، حاجة محترمة جدا جدا، بس مش بالأسعار اللي إحنا شايفينها بره السنة دي، يعني عايزة أسعار معقولة عشان أعرف أشتري حلويات المولد وأفرح ولادي وأفرح البيت كله. فالنهاردة إن شاء الله مع بعض هنحل الموضوع ده، وهيكون معانا النهاردة براند كبير جدا، اسم كبير جدا 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 في السوق، ابتدى في فترة قليلة جدا ثبت نفسه، ومش بس في السوق المصري ده كمان بيصدر كمان بره. وعايزة اقول لكم المفاجأة ان انا نفسي يعني زبونة قديمة عندهم، لان انا كمان ساكنة جنبهم. يعني النهاردة هيكون معانا اكسبشن، يعني حلواني اكسبشن، طبعا اسم كبير جدا، قد ايه حاجته كلها في منتهى الجمال، وفي نفس الوقت في مقابل ده اسعاره اللي معليش بالاسعار ولا مشي مع الموجة بتاعت الأسعار العالية زي براندات تانية وأماكن تانية. ولما نيجي للفقرة بتاعت اكسبشن هنتكلم عنها بالتفصيل، ونشوف قد ايه مدى جودة الحلويات اللي بيقدمها لنا حلويات المولد اللي بيقدمها لنا اكسبشن السنة دي، وقد ايه في مقابل السعر هي حاجة محترمة جدا جدا. تعالوا بقى دلوقتي الاول نعمل بديل عسل الجلوكوز اللي هو بناء على طلباتكم انتوا، وبعد كده نشوف بقى موضوع اكسبشن النهاردة. بجد الحلقة ان شاء الله مميزة جدا وهتعجبكم جدا 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 بأمر الله. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. بديل عسل الجلوكوز، وبقول لك بديل وبتك جدا جدا على كلمه بديل، لان احنا عسل الجلوكوز بيتعمل او بيستخلص من حاجات معينه، زي ما سالنا امبارح قلنا من نشا البطاطس، ممكن من الذره، يعني ليه حاجات معينه وتكنيك معين بيتعمل بيه. فاحنا المقادير بتاعتنا مقادير بيتي جدا جدا، الطريقه كمان بيتي جدا جدا، بس بتدي نفس ان شاء الله النتيجه بتاعت الجاهز بالظبط. فعشان كده دايما بتك ان هو بديل عسل الجلوكوز، عباره عن كوبايه سكر، تلت كوباية مية، معلقة صغيرة عصير ليمون، ورشة ملح، أربع حاجات مالهمش خامس. نقول كمان كوباية سكر، تلت كوباية مية، وهقولك التلت ده تقيسيه ازاي، وعندي كمان معلقة صغيرة عصير ليمون وكمان رشة ملح، بس كده. دي المقادير اللي هتديني عسل جلوكوز محترم جدا. قصاد المقادير المظبوطه في تكنيك الشغل، خطوات الشغل دي مهمه جدا جدا معانا. تعالوا نشوف خطوات الشغل هتبقى ازاي. هجيب كده طاسه او كزرله، اي حاجه بس على البارد، على البارد لسه ما اتحطتش على عين البوتاجاز تماما. وهجيب جنبي مضرب، ارقام التليفونات، ويلا يا جماعه كلموني، خلوني اسمع صوتكم النهارده ان شاء الله. يلا بينا بسم الله. ادي السكر هينزل كده بالشكل ده، وبعدين تلت كوبايه، يعني المج بتاع الشاي هقسمه على ثلاثة، هملى التلت الاخير، وهنزل بالميه في حركه دائريه عشان كل حبيبات السكر اللي اتنطورت كده بره لا على طول الميه تلمها كده معايا. استنوا كده، في زي سمسميه او كده لازم تتشال، لازم نشيل كده السمسم كده، وقع من السكر من امبارح بقى السمسميه والفوليه. وعايزه اشكركم على كل الكلام الحلو والدعوات الجميله اللي دعيتوها لي امبارح، بجد يعني بشكركم من قلبي على كل كلمه حلوه كانت خارجه من القلب، فطبعا طبيعي لازم توصل للقلب. دلوقتي بقى على البارد هدوب الميه والسكر مع بعض. احفظي المقادير، كوبايه سكر وتلت كوبايه ميه، بصوا كده اهو بهذا الشكل،
ندوب الاول، وكل ما بتدوبي بالشكل كده بتدوبي الميه لونها بيبيض علشان نخلي عسل الجلوكوز يطلع لونه ابيض زي الجاهز بالظبط. طب فلنفرض ان هو اصفر مني، مفيش اي مشكله خالص. الصفار ده يا جماعه او مثلا بقى لونه بيج شويه، ده بيبقى الرك على السكر، على نوع السكر اللي بتستخدميه. فانا بدوب كده، وبعد ما السكر يبتدي يدوب خلي ايدك بقى سريعه سريعه عشان ايه اخد اللون الابيض الحلو. مين معانا يا منى؟ قولي لي يا ميرنا. اهلا وسهلا، ازيك يا شيف هالة؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا قلبي، كل سنه وكلنا طيبين يا حبيبتي. تسلم ايديك يا ست الكل. يا حبيبه قلبي تسلميلي، تسلميلي يا ميرنا. انا عايزه اسالك على الليمون المخلل، الكهرباء فصلت عندي فما شفتش بقيه الطريقه بتاعته. الليمون المعصفر؟ ده هو خد غلوه على النار؟ تحفه يا ميرنا. غلوه واحده بس عشان ما يتهريش منك. بصي بعد ازاي كده. بصي يا ميرنا، الميه تغلي قوي في الحله. ماشي، لازم تكون بتقلب كويس قوي، بتغلي كويس قوي. ماشي، بعد كده تروحي منزله الليمون، تقلب عليه قلبتين يعني دوبك تغلي غلوتين، وتروحي على طول مطلعه على ميه ساقعه، تكوني حاطه ميه ساقعه او تلج في الفريزر. خلاص، ده مهم جدا عشان بعد كده يتخلل ويستوي من غير ما يتهري. ماشي، وحشيه عصفر وحبه البركه. عيشي بقى حبه البركه وعصفر وشويه شطه وملح وعصير ليمون، وقشر الليمون اللي عصرتيه ده خليه حطيه على الوش كده يعني. ماشي يا عمر، بصوا بقى كده يا جماعه، انا عماله ايه بدوب وبقلب كده عشان اللون الفاتح ده. حلو كده، بعد ما السكر معظمه كده داب وابتدى لونه كده يبيض، هروح نازله زي ما اتفقنا معلقه صغيره عصير ليمون. اللايف يا جماعه كان قدامكم دلوقتي على الشاشه، معلش يا استاذ احمد ننزله تاني. اللايف كمان شغال اهو، يلا تابعوني على اللايف. حلقتنا النهارده حلقه اكسبشن، يعني حلقه استثنائيه. وهننزل المنيو تاني علشان حبايبنا على اللايف كاتبين عايزين المقادير تاني. رشه ملح كده صغنطوطه خالص بالشكل ده، كله على البارد اهو. ماشي، وبعد كده نروح بقى ايه واخدين الكلام الحلو ده على عين البوتاجاز، ومحضره جنبي شويه ميه ساقعه كانوا في التلاجة. ماشي، عشان هوريكم بقى دلوقتي تسويته بتبقى ازاي. في حاجات بنقول التسويه بتاعتها لازم تبقى الكوره عامله زي الازاز بتقطم معانا، وفي حاجات بنقول ان الكوره لازم تكون مطاطيه. النهارده اهي المقادير اهي، كوبايه سكر وتلت كوبايه ميه، معلقه صغيره عصير ليمون ورشه ملح. يعني زي ما انتم شايفين كل حاجه في البيت عندك في مطبخك، عايزه ايه تاني؟ بصي بقى افضلي قلبي كده عشان طول ما هو بيغلي ياخد اللون المبيض شويه ده. عرف الديك؟ لا لا لا، النهارده اسمها كوره مطاطيه يا استاذ احمد. كوره مطاطيه يعني كوره لينه، بس هو ده القوام اللي مطلوب منه، اللي هي كوره تعمل لي عرق، وهنشوف دلوقتي يعني ايه برده الكوره تعمل عرق. بصوا افضلي كده طول ما هو بيغلي قلبي كده بالشكل ده. دول هيدوكي كده ايه شويه عسل جلوكوز محترمين يغطوا معاكي فتره كبيره. وطبعا عسل الجلوكوز ما بنستخدموش كتير وما بنستخدمش منه كميه كبيره، يعني يا دوبك معلقه صغيره في اي وصفه. لو حطيتيه في اي شربات للحلويات الشرقيه بيدي تماسك وبيدي طعم حلو وما بيخليش الشربات يسكر منك ابدا. ايه تاني؟ اي وصفات بقى زي حلويات المولد كده لازم طبعا عسل الجلوكوز ده اساسي معاها. يعني هيبتدي يغلي معانا اهو. يلا مين على اللايف بقى بيقول ايه؟ يلا عندكم اللايف وارقام التليفونات بعد اذنك يا استاذ احمد ننزلها. نهله كتبت على اللايف وبتسال ليه رشه الملح على عسل الجلوكوز. انا بقى بحب الناس كده ايه اللي عايزه تفهم كل حاجه عشان تبقى واقفه في المطبخ فاهمه. هقول لك على حاجه مش هتصدقيها يا نهله، رشه الملح دي اللي بتثبت لي القوام، تخيلي، وفي نفس الوقت ما بتخليش كوبايه السكر اللي حطيناه تسكر معانا، زيها زي الليمون. اما الليمون بقى يا ست نهله قبل ما تسالي، الليمون ماده حافظه وبرده ما بيخليش السكر يسكر، يعني يرجع لاصله. بصوا اول ما هيبتدي يغلي معانا هعمل ايه بقى؟ اول ما يغلي كله كده ويعمل لي كده زي الفايبريشن كده، نروح موطيين النار شويه وافضل برده اقلب فيه. مين معانا؟ يا بسمله اهلا وسهلا. يا بسمله كلميني تاني. يا قمر كلميني تاني يا حبيبه قلبي. بصوا يا جماعه اهو اهو شغلنا على ميه بيضة على عينك يا تاجر. بصوا هفضل اقلب كده لغايه ما ابتدي احس انه ايه
هيتقل معايا. ابتدي بقى بالاختبار بتاعي اللي هنعمله مع بعض. حضري بس جنبك ميه ساقعه. تعالوا نشوف هنحضر ايه جنبنا. هحضر بوله كده وفيها ميه ساقعه من الثلاجه يا استاذ احمد جنب الطاسه كده اهي بالشكل ده، وهحط كده ميه ساقعه بس كده نص البوله كده. ميه ساقعه من الثلاجه ده اساسي معانا، مش ميه عاديه، دي مهمه جدا جدا موضوع الميه الساقعه. واحضر جنبي معلقه صغيره وارجع اقلب تاني. ابتدى يتقل اهو، بص يا استاذ احمد ابتدى ايه، شايف القوام بتاعه يختلف ازاي اهو. يلا يا جماعه ولونه جميل ازاي ما شاء الله تبارك الله عليه اهو ابتدى. ده بقى اللي اسمه ايه بلغه امهاتنا كده، يعقد، يعني يبتدي يتقل معانا. هبتدي بقى من هنا اجرب. البوله فيها ميه ساقعه، هاخد كده ايه نقطتين كده من العسل على الميه الساقعه وانزلهم كده. ابتدى يعمل لي خطوط، يعني هو تمام، ابتدى يقفش معايا. لا لسه، بصوا السوا ايه اللي بيحصل دلوقتي، لو انتوا شايفين بتسيح ما بتلمش مع ايديا، بصوا ما بتلمش مع ايدي، بتسيح ازاي الخطوط، ايه الخطوط بتسيح اهي شايفين. لا يبقى هو كده لسه ناقص سوا، نستنى تاني ونقلب تاني. تعدي لغايه خمسه وترجع تختبري تاني. مين معانا يا ام وليد؟ اهلا وسهلا يا حبيبتي. صباح الحلويات والسكر النبات. صباح العسل يا ام وليد، ازيك يا حبيبتي؟ صباح الكل، كل سنه وانتم طيبين. وانتي طيبه يا حبيبتي، ربنا يديكي الصحه. ده المهرجان الجميل ده، الله يخليك. شفتي ولسه بقيت الحلقه النهارده معانا مفاجآت حلوه قوي. والله تسلم ايديكي يا حبيبتي. حبيبه قلبي، ربنا يخليكي ليا يا ام وليد. يا حبيبتي اوعي تنسينا في البتاع اسمه ايه ده، ابو جوز هند، اسمه ايه؟ شكلمه. الشكلمه عينيا، يا نهار ابيض، احلى شكلمه، ده انا بحبها جدا. انا برضو باخدها في العلبه لما يجيبوا علبه باخدها. انا بحبها قوي. لا من عينيا، ده انا هعمل لكم شكلمه زي العسل ان شاء الله. من ايديك يا حبيبتي، بتبقى زي الفل والله. الله يكرمك يا حبيبتي. كل سنه وانتم طيبين، انت وكلكم واسراء ومنا والاولاد كلهم. حبيبه قلبي وحضرتك طيبه وبصحه وبخير يا رب دايما. بخير يا رب. الله يكرمك. بقى سعر بقى قناه هي. ايوه ايوه، مالها قناه هي؟ غطت على الكل يا ست، الكل قناه هي غل غل ايه، غلبت الكل. قناه هي قوليها تاني. غطت، بصي قناه هي صباح الفل يا ست الكل، قناه هي غلبت على الكل. الله عليك. الله عليك. الله عليك. لا يا جماعه، والله غطت على الكل. والله والله عايزين ننزل ام وليد بتتغزل في قناه هي، هنزل لك ده على صفحه القناه ان شاء الله يا حبيبه قلبي. ربنا يخليك. عارفه شوف انا، شوف انا متابعاكي من امتى، والله ما تشجعت الا ساعه قناه هي دي. والله يا حبيبه قلبي، اصلها دمها خفيف هي، وانت كمان زيناها يعني. يا رب يخليكي كل اللي وبعد اذنك عن بعض. الله يخليك. بعد اذنك تشكري الاستاذ احمد حسين عشان نزل لي طريقه بتاعه الجلاس. على فكره انا اللي قلت له يا ام وليد. خلاص انا بشكرك انت. لا كده بقول لك ايه يا ام وليد، لا ما ينفعش، خناقه على الهوا، خناقه على الهوا، ما انا اللي قلت له. الله يخليك يا حبيبتي. الله يكرمك. وانتوا طيبين. وانت طيبه يا قلبي. كلها على القناه يا رب، كلهم طيبين. يا رب يخليكي وانت طيبه وفي صحه وسعاده يا حبيبتي. الله يخليك يا رب منا، ويخلي اهم حاجه نلي السكر اللي انا شفتها في العروسه دي زي الفل. يا رب يخليكي يا حبيبتي. بصي شبطانه في العروسه من الصبح وحالتها حاله. حبيبتي والله شفتها نهار لقمه القاضي اللي هي الزلابيه، حلقه الزلابيه. والله قلت لها باي باي. والله لا يا حبيبتي، والله وبستاهل على الشاشه. والله حبيبتي ربنا يخليكي، بصيتك العافيه يا رب. تسلمي يا حبيبه قلبي، تسلمي، تسلمي لي يا حبيبتي في رعايه الله. تعالوا لي بقى هنا، بصوا الحركه دي هي دي اهم حاجه عندي. اما خدت النقطه الاخيره وشلته على طول بعيد عن البوتاجاز، عن عين البوتاجاز، وعملت الاختبار، اول ما مديت صوابعي دي في الميه الساقعه لمت معايا كده بالشكل ده. بس لما ايه، بص يا استاذ احمد زي ما انت كده، لما ايه لو دوست عليها ايه اللي بيحصل؟ طرية طرية. طيب لو انا شدتها كده بين صوابع ايديها هتعمل عرق. يعني ايه بقى العرق؟ يعني ده، يعني بصوا اهي اهي هتمط اهي، شايفين ازاي اهي، بصوا طرية ازاي. هو ده السوى المظبوط لايه؟ للعسل الكلوكوز. اوريها لكم تاني بطريقة تانية اهو كده، شايفين ازاي؟ دي مهمة جدا. ده اللي اسمه العود. العود يعني درجة التسوية يا استاذ احمد، هي دي يا جماعة. خلاص
دي كده درجة التسويق، لا بيقطع مني ولا ساحت، لما هي على نفسها بس لما ايه طرية، نفس القوام بتاع عسل الجلوكوز الجاهز اهو يا جماعة. خلاص كده على طول اشيله بعيد عن عين البوتاجاز واسيبه يهدى، ما يبردش، اسيبه يهدى بس في الطاسة او الكازارولا وهو لسه كده دافي يعني ممسكش قوي، اروح جايبة برطمان. هعمل ايه؟ احط في البرطمان شوية مية الفوهم كده وبعدين ادلو المية واحط عسل الجلوكوز في البرطمان. طب ايه لازمة بقى ده يا استاذ احمد؟ ايه لازمة المية في عسل في البرطمان؟ انا سامعة منة هتغششك والله، يا منة هتتضربي، هتتضربي يا منة، يا غشاشة يا غشاشة يا غشاشة. علشان يا جماعة لما اجي افضي بعد كده عسل الجلوكوز من البرطمان اللي مطرحه مية ينزل معايا بمنتهى السهولة، ما يعمليش زي الجاهز اللي بيعذبني على ما ينزل من البرطمان، المية بتخليه ينزل بمنتهى السهولة. تعالوا بقى ده نفضيه كده عشان اوريكم قوامه، بصوا ولونه اهو. بص بقى يا استاذ احمد، شوف بص الجمال، وهو هو لسه سخن. بصوا يا جماعة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اهو، اول ما يبرد هيتماسك جدا جدا زي الجاهز بالظبط. شفتوا بقى؟ تعالوا بقى نجيب اللي عملته لكم. بص يا ستي، ده بالمقدار اللي عملناه دلوقتي مع بعض، لو استاذ احمد يتكرم علينا وينزل لنا. بصوا انا اللي بقول له وفي الاخر انتوا تشكروه هو، خلي بالكم انا اللي قايله له هو ينزل المقادير وفي الاخر ام وليد تقول لي اشكريه عشان نزل المقادير. ماشي يا ام وليد. بصوا ده كده مقدار، ده كده مقدارين وشويه، يعني بكوبايتين سكر هتعملي برطمان كبير اكبر من اللي بيتباع بره وانضف واحلى، وشوفوا لونه عامل ازاي. وتعالوا اوريكم القوام بقى، ده اللي برد خالص، يعني ده مثلا ايه معمول من امبارح. شوفي بقى، حط المعلقه في الميه الاول وبعد كده بصوا بقى، بصوا لما برد بيبقى عامل ازاي اهو. اظن يعني يا جماعه مفيش جمال اكتر من كده، شوفوا اهو. شكرا يا استاذ احمد اهو يا جماعه. شكرا يا استاذ احمد وبتكلك على السين. ها كده يا جماعه، ادي عسل الجلوكوز اللي عملناه مع بعض، اتمنى ان هو يفيدكم، وبيتحط في باب الثلاجه في اي صنف، اي وصفه محتاجه فيها عسل الجلوكوز تروح واخده منها على طول بمنتهى السهوله. وما تنسوش دعوه حلوه، زي ما قلت لكم حلقتنا النهارده حلقه استثنائيه، هي حلقه اكسبشن. اطلعوا فاصل وارجعوا لي نشوف حلقتنا الاكسبشن مع بعض. مهما يفوت عمري
نتجمع ويا أهلنا. مع إكسبشن بقى كالعادة، الحلوة بيحلى وزيادة، طعم هيملي دنيا سعادة. سوق عمو طنطك غادة، ملبن وجوزية ولوزية، طازة محشية أو سادة. خلي فرحك المولد مع إكسبشن عادة، والحلو هيحلو بزيادة. للتوصيل 16687. اهلا بيكم بعد الفاصل. زي ما قلت لكم يا جماعه في الفاصل الاولاني، مش كل الناس تقدر تعمل حلويات المولد في البيت، يعني مثلا مفيش وقت، مفيش صحه، بس انا في نفس الوقت عايزه افرح ولادي، افرح احفادي، فتمام انا هشتري حلويات المولد جاهزه وخلاص. اجي بقى اتفاجئ بالاسعار اللي موجوده بره، الاسعار الخزعبليه اللي موجوده دلوقتي، فخلاص لا انا كده مش هحتفل بحلويات المولد، مش هفرح ولادي، مش هفرح احفادي، لا خالص يا جماعه. النهارده هنحل المعادله الصعبه دي. النهارده معانا اسم كبير جدا جدا في السوق المصري ما شاء الله، وزي ما قلت لكم قبل الفاصل انا نفسي زبونه من زباينه، وزبونه كمان ايه، زبونه قديمه جدا من زباين اكسبشن. النهارده هيكون معانا اكسبشن بحلويات المولد اللي نازل لنا بيها كواليتي وخامه ممتازه في مقابل السعر، غير السعر اللي موجود في السوق تماما. تعالوا الاول معايا نرحب بضيف الكريم النهارده، استاذ محمد محسن مدير تشغيل اكسبشن. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. انا سعيد بحضرتك، سعيد ان انا موجود في وسطكم النهارده، وكل سنه وحضرتك طيبه، وحضرتك وكل طيب. سنه والمشاهدين بخير وصحه وسعاده، والامه الاسلاميه كلها بخير وصحه وسعاده. الله يخليك. متشكر على الاستضافه الجميله دي، ومتشكر على الاستقبال دوت، والمقدمه الجميله اللي حضرتك عملتيها دي. الله يخليك. ده كتير علينا جدا والله. ربنا يخليك، انت نورتنا النهارده. وبجد انا عايزه احل المعادله الصعبه اللي بقول لحبايبنا عليها، اللي هي الناس اللي هتشتري حلويات المولد جاهزه، مش الكل طبعا هيعمل في البيت، وكمان مش كل الحلويات تنفع تتعمل في البيت، في حلويات لازم ناس متخصصه ومصانع ومكن وشغلانه. احنا اللي احنا بنعمله ده اللي هو يعني بنظبط الدنيا. لا ما مش كل حاجه تعرفوا تعملوها. انا انا خلينا نعترف بالكلام ده. انا معترف يا جماعه، في حاجات معينه مش هينفع بقى خلاص. لغايه هنا يعني حلاوه المولد بالذات، مش حلاوه المولد بالذات مش كل الناس تعرف تعملها بالظبط. يعني مهما كان صحيح. ليها معدات معينه طبعا، وليها شغل طبعا معين، وليها نظام معين اكيد، وتكنيك شغل، ولا وحاجات كتيره جدا احنا يعني ما نعرفش فيها اي حاجه. فالنهارده لما سالتوني طب الناس اللي عايزه تشتري حلاوه المولد جاهزه، بصراحه يا جماعه زي ما قلت لكم، علشان انا بحب اكسبشن جدا جدا من زمان، وانا زبونه ليه من زمان، وساكنه جنبهم كمان في فرع الشيخ زايد، فهم حبايبي جدا كمان في الفرع هناك، فما لقيتش احسن واقيم وارخص من اكسبشن ان احنا نجيبه معانا النهارده ويورينا الجمال بتاع حلويات المولد السنه دي، اللي هيخلي الحلو يحلو بزياده. الحلو بيحلو بزياده. قول لنا بقى يا استاذ محمد، تعالى نشوف مثلا العلبه دي كده. بصوا يا جماعه العلبه، علبه عائليه دي يا استاذ محمد. طب يعني نوضح الاول قول لي كده انواع العلب الموجوده عندنا. يلا. السنه دي احنا السنه دي نازلين باكتر من نوع. في العلب انا شايفه احجام متفاوته. اول حاجه بنتكلم عليها العلبه الكيدز ديت، دي احنا بنهتم بالطفل قوي وبالاطفال. دي يا جماعه أيوة، دي الفانوس. ايوه يعني احنا نعرف فانوس رمضان. دي جميله جدا السنة جدا السنه دي، مع اكسبشن فانوس مولد النبي. احنا بنحاول دايما بنبتكر في الـ في الـ في, في الباكينج وفي التغليف وبالديزاين وبالالوان. ده بالاضافه للمنتج بقى نفسه، يعني المنتج ده شيء مفروغ تيجي منه. تيجي نفتحها؟ اتفضلي يا فندم. تعالوا نفتحها ونشوف يعني مكوناتها ايه، شكلها لوحده والله ما شاء الله حكايه. بصوا بقى فيها ايه، قول بقى معايا كده يا استاذ محمد. العلبه دي فيها اللديده. اللديده. وفيها بسيمه. بسيمه الله. وفيها ملبن. وفيها دوميه. الدوميه. وفيها ملبن برتقان. بالبرتقان والسكر. وفيها حمصيه. الله عليك. وفيها سمسميه. ايوه. وفيها فوليه. والفوليه لا، وفيها حاجه بقى مهمه جدا هتعجب الولاد جدا. ايه دي؟ أيوة. بقى يا استاذ محمد دي اللي جوه الألوان. كتاب الوان. الوان. حاطينه في كل علبه علشان الطفل يلون العروسه، ويلون الحصان، ويلون الحاجات دي كلها. شوفوا. بصوا كمان.
هيلون، وكمان مكتوب هنا القصة أو الأصل. طبعا الأصل كان الحاكم بأمر الله اللي هو في عهده اللي هم اخترعوا الحصان الحلاوة والعروسة. الحصان الحلاوة بالفارس اللي عليه ده كان الحاكم نفسه. العروسة بقى كانت مرات الحاكم. أمال يعني هيسيبوا مرات الحاكم يعني؟ العروسة ده كان الفستان بتاع مرات الحاكم بأمر الله. بصوا الجمال يعني، الفانوس نفسه هيفرح الولاد جدا. ومعاه كتاب التلوين ده تحفة يا أستاذ محمد. وإحنا حققنا المعادلة اللي هي إزاي نعمل حاجة كويسة جدا وكواليتي عالي قوي. واضح وتشد طبعا. الطفل وتشد، اصل احنا كلنا بنجيب الحلاوه المولد دي للاطفال يعني. انا ما اظنش مثلا ان حد بيجيب حلاوه المولد لحد، كل واحد بيجيب في البيت بتاعه حلاوه المولد للطفل. فانا بشوف ايه اللي يعجب اطفال تحفه او اطفالي او ابنائي. الفكره جدا، وانتوا ليكوا سبق فيها بجد. العلبه دي كلها كنت استنى مش هقول لك ولا بعبيها كده تقول لي تقولي تفجر لنا القنبله. مش هتصدق، انا مش مصدقه. احنا يلا بصوا ادي الكتاب اهو. ماشي قول بقى كده يا استاذ محمد وانا بعبي. الحمد لله بفضل من ربنا في ظل ارتفاع الاسعار اللي احنا فيه، وفي ظل التضخم اللي احنا فيه، وفي ظل ارتفاع الخامات والماتيريال، وبالرغم ان احنا بنشتغل بانظف واحسن الخامات الموجوده في السوق، العلبه دي ثمنها 90 جنيه فيها 9 قطع قيمين جدا جدا غير كتاب التلوين ب 90 جنيه. ده انت التغليف لوحده الكواليتي بتاعت التغليف الفانوس لوحده يكلف اكتر من كده. ازاي عملتها ب 90 جنيه بجد؟ كمان استاذ محمد دلوقتي لفت نظري لحاجه مهمه جدا، قال لي لو حد كمان مثلا في شركه عايز يفرق، هي مناسبه جدا جدا انه ممكن يفرق العلبه المختصره دي اللي هي فيها مقله ودل يعني زي ما بنقول. فيها الحاجات الاساسيه بتاعت المولد، الحمصيه والسمسميه والملبن والقشطه والبسيمه، يعني فيها 8 قطع او 9 قطع بس هم البيزك بتاع المولد اللي هم اهم حاجه. اهم حاجه في اهم المولد. حاجه في علبه حلويات المولد موجوده في فانوس المولد النهارده، اطلبوه من اكسبشن لو انتوا عايزين عدد كبير للتفرقه مثلا يفرقوا. دي كانت اول قنبله من اكسبشن النهارده. تعالوا نشوف تاني قنبله يا استاذ محمد. يلا نفرقع تاني قنبله. اتفضل. العلبه دي يا فندم ايوان دي فيها 18 قطعه. ال 18 قطعه عاملين 145 جنيه. العلبه دي فيها 18 قطعه ب 145 جنيه. دي حقيقة. طب الاسعار دي انا عايزاكم انتوا اللي تردوا. دي اسعار خارج المنافسه. الاسعار دي يعني سمعتوها دي قبل كده؟ بصوا 18 قطعه من حلويات المولد ب 145 جنيه. انا قصدت كمان وقلت للاستاذ محمد من فضلك تقول السعر، تقول اسعار الحاجه عشان نوري حبايبنا ان احنا مش بنقوله بس، ده فعلا العلبه دي كويسه جدا برضو في التوزيع. لو شركه محتاجه عيله بتوزعها، الموظفين بتوعها، عايزه تهادي حد عايز يهادي صديق، جيرانه، حبايبه، اي حد من ده، العلبه دي مناسبه كويسه جدا. طبعا هي 45 جنيه. نوريها بس لحبايبنا يا استاذ محمد من اكسبشن. فيها 18 قطعه برضو اللي هم من اصل حلويات المولد ب 145 جنيه. انتم متخيلين يا جماعه قنبلتين النهارده؟ يعني مش قادره اقول لكم. لسه استنوا تروحوش في حته، ده في قنبله ثالثه اللي هي بقى هتكسر موازين اسعار حلويات المولد السنه دي. في بقى العلبه دي حبايبنا. العلبه دي ايوان العلبه ديت عائليه بقى. عامله عائلية دي حاجه برضو محترمه جدا. أهي. دي علبه رقم 2. دي عامله فيها 25 قطعه. تمام. سعرها دي سعرها 275 جنيه. فيها كام قطعه؟ 25 قطعه. والله فعلا يا بلاش يا بلاش يا بلاش. ممكن نفتحها؟ لو نفتح العلبه كده. بص يا استاذ احمد اجيبها لك هنا فوق، هنا تشوفها هنا. انا عارف، انا قلب الشيف. بصوا كم قطعة يا استاذ محمد؟ 25 قطعة. 25 قطعة ب 275 جنيه. انت هو انت الاسعار دي كانت فين يعني بجد؟ يعني احنا بنحاول نحقق المعادلة الصعبة. صح. اللي انا اطلع بكواليتي كويس جدا وتستي حلو قوي، وبنفس السعر بحافظ على السعر. بصوا يا جماعة، بصوا المكونات، قول لنا كده يا استاذ محمد. العلبة دي فيها برضو كل حاجة خاصة بالمولد يعني. بصوا. فيها الفولية وفيها السمسمية والحمصية والمربى والملابن واللديدة والحمام والبسيمة. يعني هي شاملة كل حاجة. بص. لا رايق رايق رايق. وعايز رايق يا جماعة. بصوا الجمال. وعايز برضو اضيف حاجة ان العلبة دي نازل عليها ديسكاونت 25% كمان على على ابليكيشن. انا مش عايز اقول اسم الابليكيشن ايه.
تمام. بس هو نازل عليها على ابلكيشن اونلاين. الابلكيشن ده موجود على صفحتكم؟ موجود على صفحتنا اكسبشن على الفيسبوك. نزل عليها ديسكاونت 25% لو طلبته من خلال الابلكيشن دوت. ماشي، هينزل لك خصم 25. غير ال 275 هتبقى ب 205. لا ده يعني بدل 275 هتاخدها ب 205 لو طلبتها من خلال الابلكيشن اللي نزل على الاونلاين بتاعنا. يعني احنا دلوقتي ندخل على صفحه اكسبشن على الفيسبوك هنلاقي الابلكيشن ده موجود. انا ممكن اقول اسم الابلكيشن؟ ايه رايك يا استاذ احمد ولا ايه؟ يلا قول لنا. الابلكيشن اسمه وفرها. وفرها لو دخلت واشتريت من خلال ابلكيشن وفرها منتج اكسبشن العلبه رقم 2 اللي هي ب 275 هتاخدها انت ب 205. صفحه اكسبشن هي يا استاذ محمد، صفحه اكسبشن اهي على الفيسبوك عشان تلحقوا العرض يا جماعه. العلبه دي النهارده على ابلكيشن وفرها من اكسبشن ب 205. 205 ابلكيشن وفرها فيها 25 قطعه. انتوا متخيلين العلبه الشيك الجميله دي بالسعر ده؟ عرفتوا بقى احنا جبنا لكم اكسبشن ليه؟ طيب ايه تاني بقى؟ هنحط بقى دي مكانها علبه رائعه بجد. لا انا عجبتني بعد كده وسعرها عجبني جدا. بعد كده بقى يعني في احجام بقى اكبر كل زي دي مثلا يعني كده في حاجه زي دي كده اهو. دي علبة كبيره جدا. دي علبه كبيره بقى، دي عائليه وطبعا طبعا اكيد سعرها طبعا هيزيد يعني. تمام. وفي بقى علب كتيره فيها. تعال نشوف دي العلبه دي محترمه جدا جدا. بص يا استاذ احمد وري حبايبنا ما شاء الله عليها. بصوا العلبه حتى التغليف في كل حاجه فيها شكلها يفرح يعني. دي احنا عندنا مبدعين في التغليف يعني واضح. الباكينج والتصميم والديزاين بتاع العلب احنا بنشتغل عليه شهور والله. بصوا بصوا طب اوريكم كده الاول اهو. شوفوا شوفوا شكلها عامل ازاي محترمه علبه. لا محترمه. وبصوا يعني فعلا زي ما انت بتقول التغليف انتم مهتمين بيه جدا. النظافه باينه يعني عارف شكل العلبه قايم يفتح نفس. تحسها كده ايه حاجه محترمه من مكان محترم. بصوا تعالوا نشوف بقى كده. بص يا استاذ احمد مثلا ايه نفتح دي تحتيها في درج بتسموه درج مش كده درج دي 12 درج. العلبه دي 12 درج 12 درج 6 تحت كل درج في مكونات فيها معينه. يعني في درج فيه سمسميه وفي درج فيه حمصيه في درج فيه مكسرات. ورينا يا باشا بقى يلا يعني ورينا بقى كده ايه في عندنا إيه اجمل حاجه موجوده في العلبه دي. هم شويه المكسرات دولت في عندنا الدرج دوت. الله اني سعر كاجو كاجو لوز بندق فستق. طيب في ناس بتسال على سعر دي يا استاذ محمد. سعر لا السعر ده خليه مفاجاه. خليه مفاجاه. عامل خصم. عامل خصم. انت النهارده قلت لي انا هاجي لك بخصم عشان ست الحبايب. احنا عندنا خصم نازل عن الخصم لست الحبايب. احنا عشان بس يعني عايزين نوضح برضه للساده المشاهدين اللي احنا شغالين في الحلويات الشرقيه وفي الحلويات الغربيه. عندنا تورت وعندنا جاتوهات وعندنا وعندنا بيكري كرواسونات وباتيهات ومنتجات البان كلها وبتيفرات وكحك وبسكوت. احنا عاملين حاجه كويسه جدا لست الحبايب. ايوه ايه هي بقى؟ عاملين خصم 30% كل يوم بعد الساعه 11 مساء على جميع المنتجات الفريشات. حلو. ايه هي منتجات الفريشات يا شيف هاله؟ اللي هي كل انواع التورت، كل انواع الجاتوهات، كل انواع الباتيهات والكروسونات، منتجات الالوان الالبان كلها اللي هو الرز بلبن والقنبله وام علي. استنى انت قلبت الدنيا في الكنترول. اهدوا يا جماعه هقول لكم تاني. بعد الساعه 11 في فروع اكسبشن كلها. فروع اكسبشن انا كنت فاكره ده فرع زايد بس. لا 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 فروع اكسبشن كلها فيها خصم بعد الساعه 11 30% على كل الفريشات. اي حاجه فريشات. الفريش اللي هي بقى ما بتباتش. الفريشات اللي هي ما بتباتش. احنا لا يمكن ان احنا نشغل منتج تاني يوم بالظبط كده. اللي هي التورت مثلا اللي موجود من بقيه اليوم كله. أيوة. بنعمل عليه ديسكاونت كله 30% في كل الفروع لغايه حتى نفاذ الكميه. بعد الساعه 11 في هجوم على اكسبشن النهارده. هتلاقوا ان انا دي حقيقه. دي حقيقه بيحصل فعلا. طبعا طبعا يعني الخصم مغري وخصم فعلا حقيقي 30% على المنيو يعني. والخصم ممكن حضرتك تستفيد بيه من خلال الاونلاين اللي هو من الويب سايت بتاعنا. من الابلكيشن كمان. من ابلكيشن الويب سايت بتاعنا. تمام. من على موقعنا. يا اما من خلال الهوت لاين 166-87 يا اما من حضرتك تزور الفرع وتاخد اللي حضرتك عايزاه. طب قول لنا تاني الخط الساخن. الهوت لاين بتاعنا 166-87 166-87. بص يا استاذ احمد اهو 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 الخط الساخن اهو ودي الفروع بتاعت اكسبشن. الفروع بقى لو اتكلمنا على الفروع نقدر نجيب الفروع يا استاذ احمد.
لا يعني بصوا احنا عندنا اربع فروع في شارع الهرم. تمام. في فرع مشعل وفي فرع في ترسة وفي فرع في سهل حمزة في الهرم. تمام. وفي فرع في فيصل في محطة المطبعة. اكتوبر اكتوبر فيها اربع فروع برضو عندنا. في فرع في غرب سومد وفي فرع في اكتوبر في الحصري وفي فرع في محور جمال اللي هو خلف مول العرب. تمام. وفي عندنا فرع في المهندسين اوعى تنسى شهاب وشهاب ده والله ده كل اللي في فرع الشيخ زايد. فرع الشيخ زايد بتاعنا يعني في في مول اسبانيا بلازا. المول دوت بتاع الشيف هاله. الله يخليك يسمع من بوعك ربنا. والفرع دوت بتاع الشيف هاله. الله يخليك ده فرع الشيخ زايد. اعتبره الفرع بتاعي انا راشقه هناك. وكمان في كافيه حلوه قوي على طول عندنا بتاعكم بتاع انا برضو عايز اتكلم حلوه قوي يعني. انا عايز اتكلم ان احنا مش مجرد براند حلواني بس. لا احنا براند. في عندنا كافيهات ومطاعم وفي عندنا سوبر ماركت وفي عندنا مطاعم بيتزا بخلاف الحلويات الفروع الحلويات. عايزه اقول لكم كمان حاجه بقى شهاده حق. التورت والجاتوهات في اكسبشن فظيع غير بجد يا جماعه. فعلا تحس انها طازه. السبونج صدقيني يا شيخ هاله احنا بنشتغل باعلى الخامات الموجوده في السوق. واضح طبعا والله واضح. اعلى الخامات الموجوده في السوق وبتقدم باقل الاسعار. ولا يمكن ان احنا ننزل عن المستوى. يعني لا يمكن مهما كلفنا الامر من تضحيات في ظل غلاء الاسعار وفي ظل ارتفاع الخامات لا يمكن ان احنا ننحضر بالمستوى او نقلل الكواليتي بتاعنا. وفي ناس بتعمل كده على فكره. في ناس عشان عشان تقدر ليه عشان توفر تنزل في السعر فممكن تجيب خامه اقل شويه عشان تقدر ليه تطلع منتج بس ده هيقعد على المنتج بشكل سيء وهيقعد على العميل. واحنا العميل عندنا حاجه مقدسه. وبعدين بجد حاجه مقدسه. تاريخ يا استاذ محمد يعني الحمد لله. الحمد لله ما طلعش من فراغ وما طلعش بين يوم وليله. بصي هو اكسبشن ده قصه نجاح بالزبط. قصه كفاح وقائم عليها ناس كثيره جدا وتعبت في الاسم ده وفي البراند دوت عشان يوصل للمكانه دي. أكيد. وعشان اكون انا واقف مع حضرتك النهارده والاسم ده يكون موجود بجد وراه قصه كفاح وناس تعبت كتير في الاسم دوت. دي حقيقه. ووراه قصه يعني. طموح ولغايه النهارده احنا الحمد لله يعني احنا مش عايز برضو اقول مفاجاه للساده المشاهدين اللي احنا الحمد لله بفضل من ربنا بدانا عمليه التصدير. بدانا النهارده نصدر لفرنسا. بدانا النهارده نصدر لكندا والاول مره نطلع اوردر مولد. اوردر حلويات مولد نصدره كانت للامارات العربيه المتحده. الحمد لله اخواتنا واصدقائنا في الله يبارك في حضرتك. اكلت حلويات المولد لامريكا؟ لا هو اللي راح لامريكا وراح فرنسا ده كان معمول وكان كحك. لكن اللي راح للامارات الحمد لله هي حلويات المولد. كانت اول شحنه طلعت في الموسم دوت وموجوده في الامارات في اسواق العمده عند الاستاذ كريم. واكيد الاستاذ كريم سمعني عشان هو تعبني قوي في الاوردر ده. طيب العلبه الصاج دي ايه بقى؟ عايز اسالك عليها من الصاج. دي علبه صاج. اشمعنى دي الصاج بقى يعني؟ العلبه دي بنستخدمها في السفر. يعني لو عميل مسافر وعايز يهادي حد وهو مسافر فاحسن بدل ما ياخد الكرتون عشان تحمي ياخد العلبه الصاج عشان تحمي الحلويات او المنتج نفسه. ما يتكسرش ما يتبهدلش منه الكلام ده كله. فبنحاول نشوف كل السبل للعميل توصل بالسفر سلامة. احنا مش هدفنا اللي احنا طبعا ده احترام للاسم احترام للجودة احنا مش هدفنا بنبيع ونجري. يعني احنا ما بنبيعش ونجري. احنا مع العميل لغاية اخر مرحلة. عندنا قسم خدمة عملاء وكمبلين محترم جدا شغال بسم الله ما شاء الله. يعني حاجة يعني فوق الوصف ما شاء الله. بنحترم العميل بتاعنا احترام فوق العادة عشان هو سبب وجودنا هنا وسبب نجاحنا وسبب سعادتنا واحنا بنحب نساعده. انا اشكركم وانتوا فعلا نفس الجمله اللي بتتقال في الاعلان انتوا خليتوا الحلو حلو بزياده. ربنا يخليك يا فندم. نورتيني يا استاذ محمد. الله يخليك يا فندم. متشكر لحضرتك ومتشكر على الله يخليك. انا اللي متشكره ليكم على الجمال ده كله على الكواليتي اللي بيقدمها اكسبشن النهارده يا جماعه بالاسعار دي زي ما انتوا شفتوا معايا اهو. ادخلوا على الصفحه او اطلبوا من الخط الساخن او عن طريق الابلكيشن. الابلكيشن كمان بيبقى فيه اوفر اكتر يعني من الاسعار اللي موجوده. فانا بشكر اكسبشن ومش هجيب لكم اي حاجه. انتوا عارفين لما اقول اكسبشن معانا يبقى هو فعلا فعلا حاجه استثنائيه ومقدم لنا حاجه مش موجوده في السوق. يا رب اكون افدتكم. واطلعوا فاصل بسرعه وارجعوا لي نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس على قناه الدرايف.
بنحلل. صلي على نبي.